هذا اللقاء وأينما كنتم فأهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تدق الطبول الإفريقية داخل ملاعبنا المصرية، تدق الطبول مع رحلة جديدة من الرحلات الإفريقية مع فارس الكرة المصرية النادي الأهلي الذي يستضيف سيسكو الزامبي في لقاء الإياب لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب القاهرة الدولي وفي حضور آلاف مؤلفة من الجماهير المصرية العاشقة للمارد الأحمر في المضي قدوا نحو المحطة النهائية في هذه البطولة. لقاء الذهاب زي ما حضراتكم تابعتوا معنا من 15 يوم بمدينة ميدولا الزامبية انتهى بالتعادل السلبي، والنهاردة جمهور كبير يملأ الأمل والتفاؤل في نجوم النادي الأهلي في لقاء العودة وحق الرد. النهاردة مستر مانويل جوزيه بيدفع بأحمد عبد العادل في حراس المرمى، ثلاثة في القلب الدفاعي شريف عبد الفضيل وائل جمعة أحمد السيد، على الطرف اليمين أحمد فتحي، على الطرف الشمال أيمن أشرف، ثلاثي في وسط الملعب حسام عاشور المعتز بالله إينو محمد شوقي، وفي الأمام جده وأسامة حسني. بينما المدير الفني فيكتور سيكوموندا لفريق زيسكو يونايتد فبيبدأ بشاكوب باندا في حراس المرمى، رودريجيز كاموندي في الظهير الأيمن، بيلي موانزا وكابيمبا اثنين قلبي الدفاع، وهنري مولينكا كظهير أيسر، رباعي في وسط الملعب كالومي وماتونجا وزولو وشيبولو في وسط الملعب، والثنائي الهجومي نيكولاس زولو وشاكسو موانزا. طاقم تحكيم من أوغندا بقيادة الحكم فريد كابوندي ومساعدة كل من حسين موجيمبي، والمساعد الثاني هو صامويل كابوندا، بينما الحكم الرابع هو علي كالونجو. كل الأمنيات الطيبة للمارد الأحمر فارس الكرة المصرية في دوري أبطال إفريقيا في النسخة رقم 47 أو النسخة رقم 15 بعد التعديل الذي حدث في عام 97. خناء وحناجر مصرية قوية تحتفل وتساند وتؤازر النادي الاهلي في هذا اللقاء، والشيخ اسامه صاحب اخر اهداف النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز عليه امال كبيره النهارده في هذا اللقاء اللي بيحتاج فيه النادي الاهلي لاي فوز من اجل بطاقه التاهل الى دور الثمانيه ودوري المجموعات. على بركه الله هنبدا احداث هذا اللقاء، اللقاء اللي محتاج فيه النادي الاهلي اي فوز من اجل التاهل الى دوري المجموعات. طبعا غيابات حسام غالي للايقاف وابو تريكا للاصابه بالاضافه لمحمد فضل وعماد متعب وعدم قيد احمد حسن وامير سعيود، لكن مستر مانويل جوزيه تصريحات ناريه تدي ثقه للاعبي النادي الاهلي انه مش بس النهارده بنامل في تحقيق التاهل ولكن بنامل في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة. وائل جمعة يلعب كورة ولكن على طول ماتونجا يقطع، رمي التماس يضغط حسام عاشور وياخد رمي التماس لمصلحة أحمد فتحي، محمد شوقي، أيمن أشرف اللاعب الشاب لاعب منتخب مصر للشباب اللي بيبدأ هذا اللقاء، زولو يلعب كرة للأمام في اتجاه شاكسو موانزا المهاجم البديل النهارده في هذا اللقاء. ادي مستر مانويل جوزيه في ولايته الثالثة وهو يبحث عن عودة الثقة وعودة الغزارة التهديفية في هذا اللقاء. كاموندي رودريجيز كاموندي يلعب رمية تماس قوية على طول أحمد عادل يطلع يمسك ويبدأ هجمة جديدة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي، معتز بالله إينو
احمد فتحي يسلم اسامه القائد النهارده للنادي الاهلي. ايمن اشرف، حسام عاشور، محمد شوقي. حسام عاشور مره ثانيه بيطلع وائل جمعه عايز ينتزع المبادره الهجوميه للنادي الاهلي. طبعا تصريحات ناريه من سيكو كوندا المدير الفني لفريق سيسكو يونايتد، قال ان انا بلاعب النادي الاهلي الشرس في القاره الافريقيه ولكن لن نكون لقمه سائغه في ملعب القاهره. هنشوف ونتابع. احمد فتحي يلعب كره داخل منطقه ال 18. شاكوب باندا الحارس اللي عنده 23 سنه وضمن التشكيله الاساسيه لمنتخب زامبيا تشيلو بيلو ولكن على مستوى المحليين. حسام عاشور، فتحي في الجبهه اليمنى، تمريره للامام. اسامه النهارده بيغير اتجاهاته ولكن بيختل توازنه. ضغط حلو من محمد شوقي، تقدم ولكن تتقطع على طول الكوره، يقطع على طول سندي كالومي ويطلع الكره الى خارج الملعب. تماس رمي التماس لمصلحة سيسكو الزامبي في ثالث مشاركاته في دوري ابطال افريقيا. اقصى انجاز حققه هو الصعود الى دور الثمانيه عام 2008 وكانت مشاركته الثانيه، وفي النسخه رقم 47 هي المشاركه الثالثه. خطا ضد وائل جمعه لمصلحه نيكولاس زولو، عندهم اثنين زولو في فريق سيسكو. محمد شوقي، ايمن اشرف يغير اتجاه اللعب الى احمد فتحي. اسامة عاشور، كلها تمريرات من رجل لرجل. محمد شوقي، احمد السيد، محمد شوقي مرة تانية. التمريرة الامامية بينزل اسامة علشان يستلم ويعمل تمريرة مشتركة مقطوعة على طول. ادي التقدم الهات وخد عند اللاعب هنري مولينجا الظهير الايسر. تقريبا نفس التشكيله اللي خط فيها فريق سيسكو لقاء الذهاب باستثناء تعديلين فقط في الظهير الايمن وفي المهاجم المتقدم. ادي تقدم حلو للنادي الاهلي والكره العرضيه ولكن على طول بيطلع كابيبا من القلب. احمد السيد، ايمن اشرف عايز يعمل مرور ولكن يقع بدون اخطاء. تقدم من سولو والتمريره الاماميه في التحام وخطا لمصلحه سيسكو يونايتد. وصلوا في الدوري الزامبي الى خمس جولات حتى الان. سيسكو في المركز الثالث بعد ما حقق اربع انتصارات وتلقى هزيمه وحيده برصيد 12 نقطه ليحتل المركز الثالث في الدوري الزامبي، بينما المتصدر هو ريك اروز. كره من الجبهه اليمنى، شيبولو عايز يلعب تمريره صاحب القميص رقم 19 ولكن ضغط عليه على طول محمد شوقي طلع الى خارج الملعب. تماس تحرك من نيكولاس زولو ولكن تقبل الكره الى خارج الملعب. محمد ناجي جدو، انباء كثيره ومتعدده عن علاقته بمستر مانويل جوزيه ولكن النهارده بياخد الفرصه محمد ناجي جدو منذ بدايه اللقاء. هنري مولينجا، تركيز وتفكير ولكن مستر مانويل جوزيه هو صائد البطولات الافريقيه للنادي الاهلي.
ولا سيما في ولايته الثانية والأولى. تتلعب الضربة الحرة المباشرة، كرة عالية بعيدة تماما تماما عن المرمى. أحمد عادل هيلعب ركلة المرمى، هيبدأ بداية منطقية. أحمد عادل، شريف عبد الفضيل النهارده بيلعب على حساب حسام غالي اللي غايب للإيقاف بعد ما خد كارتين. وائل جمعة، أحمد فتحي، الثنائي العائد والغائب عن لقاء الجونة. آخر لقاءات النادي الأهلي كان غايب وائل وأحمد فتحي. فيكتور سيمو كوندا المدير الفني اللي متولى المهمة لسيسكو منذ عام 2009، عنده طموحات كبيرة ان هو ينهي فوز الاندية المصرية على الاندية الزمبية. بتلعب الضربة الحرة، كرة لمسة، كرة خطيرة جدا جدا، ولكن على طول على طول هنري مولينجا الظهير الايسر يلمس ويطلع الكرة الى خارج الملعب على شان تبقى ركنية، ولكن اتنفذت بشكل جيد. تنفذ الركنية ايمن اشرف على القائم الاول، على طول كابيمبا يطير ويطلع الكرة الى خارج الملعب على شان تبقى تماس. ايمن اشرف، محمد ناجي جده يحط جسمه، ولكن على طول بيلي موانزا بيطلع الكرة الى خارج الملعب. انتصار وبداية هجومية للنادي الاهلي، وركنية تانية هينفذها احمد فتحي من الجبهة اليسرى بقدمه اليمنى علشان تعمل ازعاج لمدافعي فريق زيسكو يونايتد. اتمنى ان النادي الاهلي يستغل المواقف الثابتة اللي نسبته ضئيلة جدا جدا من خلال الإحصاءات في الدوري الممتاز. متقدم وائل جمعة وأحمد فتحي، المرة دي حطها حلوة حلوة، ولكن شاكوب باندا على طول يعمل إبعاد في اتجاه اللاعب إيميري زولو. آدي فيكتور سيمو كوندا، كرة للأمام، شريف عبد الفضيل على طول يتزحلق ويطلع الكرة إلى خارج الملعب من أمام جاكسون موانزا، مهاجم عنده هدفين من ال 11 هدف اللي سجلهم فريق سيسكو خلال الأدوار التمهيدية ودور ال 32، لكن هدفهم الكبير آخر الدقائق النهارده بيجيب بالإصابة. فتاز بالله اينو، ايمن اشرف، شوقي يعمل كنترول وللتمريرة الامامية والتحرك حلو المرة دي من محمد ناجي، استلم جده ويرجع لايمن اشرف ويربط بلمسة واحدة مع المعتز بالله اينو، ولكن في ضغط حتى الان فريق زيسكو فريق منظم. هنري مولينجا يلعب كرة للامام، شريف اقرب بيسند كورته ويرد مرة تانية كرة في الجبهة اليمنى، ولكن بدون متابعة. أحمد فتحي خمسة من جده بالخطأ، ولكن لحسن الحظ ترجع له مرة تانية. أحمد السيد، أيمن أشرف، محمد ناجي جده. النادي الاهلي بعد خروج حرس الحدود بعد ما تلقى هزيمه 1-2 النهارده الحرس من فريق موتيما بيمبي بطل الكونغو، واللجوء الى ركلات الترجيح خرج الحرس، واصبح النادي الاهلي هو ممثل الكره المصريه الوحيد
هذا الموسم. هذه كرة أمامية منتهى الخطورة ولكن شريف عامل عمق دفاع المرة دي ويسلم على طول عند أحمد فتحي. محمد شوقي فتحي عايزين نلعب أسرع من كده. مينو يسلم على طول محمد شوقي. تحرك من أسامة ولكن عدد مهاجمي النادي الأهلي قليل النهاردة. كان معودنا مستر مانويل انه التملي تملي عنده ثلاث اطلاع هجوميه. النهارده بادئ بمحمد ناجي جده واسامه حسني وثلاثي في وسط الملعب ممثل في تواجد اينو وحسام عاشور ومحمد شوقي. رمي التماس لمصلحة النادي الاهلي. اينو يرجع عنده حسام عاشور عايز يغير اتجاه اللعب عند احمد فتحي ولكن على طول هنري مولينجا يطلع الكرة الى خارج الملعب. امال وطموحات كبيرة عند فيكتور سيمو كوندا. معتز بالله اينو يضغط عليه ضغط ثنائي مقربين من بعض لاعبي فريق زيسكو يونايتد حتى الان. محمد شوقي والنادي الاهلي مستحوذ مسيطر ولكن في منطقه التحضير منطقه وسط الملعب لسه مش قادرين نوصل لاخر 30 متر. كرة للأمام أحمد السيد أقرب عمل كنترول ويسلم على طول عند أيمن أشرف. مرة دي تقدم من ابن سولو والتمريرة العرضية عند كاموندي. دور جماهير النهارده كبير جدا جدا من روابط مشجعي النادي الاهلي. كانت اداره النادي الاهلي تنقض بالمسانده هي ومستر مانويل بعد نتيجه لقاء الذهاب اللي انتهى بالتعادل السلبي. تعتبر النتيجه الافضل والاسوا في عالم كره القدم ولا سيما في نظام النوك اوت من مجموع لقائي الذهاب والعوده. اي هدف للفريق الزائر بيربك الحسابات عشان كده النهارده النادي الاهلي مطالب بالفوز. اي نتيجه تهدي بطاقه التاهل الى دوري المجموعات للنادي الاهلي علشان يحقق رقم قياسي جديد في الصعود الى دور الثمانيه بعد التعديل في شكل دوري رابطه الابطال. أسامة حسني يطلع محمد شوقي فاتح أحمد فتحي. أدي العرضية حلوة عرضية حلوة ولكن مش معدية من القائم الأول. يطلع على طول بيلي مونزا. محمد شوقي كرة على القائم الثاني ولكن عدد مهاجمي النادي الأهلي أقل بكثير من مدافعي فريق زيسكو يونايتد. اول 15 دقيقة لازال التعادل السلبي قائم في لقاء العودة لقاء الاياب الاهلي وزيسكو. ادي تجديدة بترتيب من لاعب النادي الاهلي وسام بيغير اتجاهه ويمكن عايز يحطها في الزاوية البعيدة الشيخ اسامة ولكن في المتناول للحارس جاكوب باندا. لما النادي الاهلي بيضغط ممكن لاعبي زيسكو يرتكبوا اخطاء زي اللقطه اللي فاتت ديت. وائل احمد فتحي بيحاول يجد لاعبي النادي الاهلي صغر على الاطراف
ولكن رجع كل فريق تشيلسي يونايتد. ادي اسامه حسني بيعمل استلام ولا المعتز بالله منه، المعتز بالله منه عمل استلام حلو بتغيير الاتجاه ولكن ياخد ضربه حره مباشره. هذه كورة أسامة دخل للقلب حلو عايز يهجم ولكن ملفتش وراحت الكورة زي ما هو عايزها في الزاوية البعيدة. ضربة حرة مباشرة لمصلحة النادي الأهلي. حائط بشري مكون من ثنائي اللاعبين زيزكو. كرة متسقطة ولكن فيها قوة وعلى طول زكوك بانتا بياخد الكرة وبيخرج بيها إلى خارج الملعب وسايب إشارة من المساعد الثاني بتدي ركلة مرمى. اعتقدنا إن هو خرج فيها ولكن إشارة المساعد الثاني إدت ركلة مرمى. وتوتا بيمرر من خلف ولكن ضغط من سامة حسني وتماس لمصلحة سيسكو يونايتد. خمس مواجهات سبعة للنادي الأهلي مع أندية من زامبيا كلها انتهت لمصلحة الفريق الآخر النادي الأهلي. متواصل من جماهير النادي الأهلي وألعاب نارية بيحاولوا النهارده ان هم يقدموا المسدة المطلوبة للاعبي النادي الاهلي. احمد فتحي بيغير اتجاهاته احمد وعايز يعمل مشوار وادي العرضية حلوة عرضية حلوة 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 ولكن على طول رودريجيز كاموندي الظهير الايمن عمل تغطية واعية جدا جدا عمل تغطية واعية جدا. هو صاحب القميص كرة معدية جدو يرجع عند ايده بيغير اتجاهاته فتخدم احمد فتحي في اقصى الجبهة اليمنى يرم كورته احمد فتحي ويعمل تغييرة المرة دي عند واحد بيدخلها داخل ال 18 ولكن في كثافة عددية بيرجع كل فريق زيسكو اول ما بيرجع الكورة الكل بيرتد وبيلعب في وسط ملعبه. لازم نفك التكتلات بالاداء السريع والحركه بدون كوره للاعب اللي معهوش كوره يساهم مهم كامل الكوره. لازم لاعبي النادي الاهلي حركه اداء اسرع من كده بكتير. محمد ناجي جدو يرجع عند احمد السيد. محمد شوقي احمد فتحي رفع وشه فتحي ولكن في رقابه مان تو مان وزون ديفنس. هذه التمريره اي تمريره بالخطا بيحاولوا انهم يقطعوها ويعتمدوا على الهجمه المرتده. كاموندي كوره للامام شريف عبد الفضيل جول كرات رايحه جايه تبدا ما بين لاعبي يوزع عند كاموندي الكرة الأمامية في اتجاه اللاعب لوكاس سولو. كاموندي يظبط وعايز يلعب عرضية شديدة لمسة في اتجاه حسام عاشور. أحمد فتحي تقدم وعمل انطلاقة أحمد فتحي ارتز بلاهيده شايفه متقدم توظيف جديد للمعتز باللاعبين لكن موجود على دكه البدلاء بركات ودومينيك دي سيلفا وشهاب واحمد نبيل مجدي وسمير وسيد معوض بالاضافه للحارس محمود ابو السعود. لكن بركات ودومينيك يبقوا دائما هم اوراق هجوميه. دي كره في منتهى الخطوره نخلي بالنا من المساحات ونلعب السهل عن طريق شريف عبد الفضيل. احمد فتحي يلعب الكره الاماميه يلعب
مما يطلع الكرة إلى خارج الملعب على شده الركنية الرابعة. أدي سيدي كانوبي يلعب أمام رباعي شط الدار. واحد من اللعيبة لعبت في لقاء الذهاب سيدي كانوبي. النادي الاهلي بتنفذ على القائد الثاني سيبر احمد السيد لايمن اشرف عايز يخش في القلب ولكن مقفول مقفوله بواحد والثاني والثالث زي ما قلنا حضراتكم في الكاد. ابري زولو الكره الاماميه والمساحه الخاليه اللي بيعتمدوا عليها في اتجاه كيلفورد شيبولو ولكن وائل على طول الصفقه المصريه يطلع معتز بالله ايده عمل كنترول فتحي تمريره وحشه ومقطوعه على طول يقطع اللاعب بوتوكا. لم يتمس لمصلحه النادي الاهلي لقاءات الاياب في دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا افرزت عن وصول أندية عريقة وصاحبة ألقاب في دوري أبطال إفريقيا أقوى البطولات الإفريقية على مستوى وعلى صعيد الأندية. القطن الكاميروني تقدم ووصل إلى دور الثمانية والهلال السوداني صعد بعد أحداث شغب أمام الإفريقي التونسي وأيضا مولودية الجزائر والرجاء الرياضي المغربي أيضا تأهل وحامل اللقب مازندي الكونغولي ايضا تأهل. خمس فرق حتى الان قطعت بطاقة التأهل الى دوري المجموعات معظمها كلها فرق عندها القاب باستثناء القطب والهلال السوداني. ادي كورة لمصلحة سيسكو تسديدة في منتهى الخطورة ومنتهى الخطورة تسديدة من بولاد سانسولو صاحب الخميس رقم 27 ولكن في المتناول المره دي لاحمد عادل مش عايزين نطمعهم ابدا ابدا في اللقاء عايزين نخليهم تملي تحت ضغط. احمد فتحي